مرحبا متابعي الكرام، فيديو اليوم هو فيديو قصير، حبيت أشارك معكم فيه معلومة مهمة. لاحظت أن الدكتور محمد شحرور والدكتور مصطفى محمود رحمهما الله يتفقان عليها، يعني لهما نفس الرأي حولها. كما شرحت في فيديو سابق عن نشأة هذا الكون وفق رؤية الدكتور محمد شحرور رحمه الله، وقلنا أن بداية ظهور هذا الكون المادي حدث نتيجة انفجار هائل أدى إلى تغيرات في طبيعة المادة، ومن هذه التغيرات بدأت نشأة هذا الكون، ثم سيحدث كذلك تغيير في سيرورة هذا الكون يؤدي إلى هلاكه وفنائه، لتأتي مادة أخرى تحل محل الأولى بقوانين جديدة في كون مادي آخر. وعبر عنه سبحانه وتعالى، عبر عن هذا الحدث بنفخة الصور الأولى في قوله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور. وكلمة الصور من الصيرورة، ووصفها في القرآن بالساعة، وهي وقت هلاك الكون. ومن هنا جاء قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يوجد على القناة فيديو فيه شرح بالتفصيل عن هذا الموضوع، تجدون رابطه في الوصف أو في شاشة النهاية. وعن موضوع إشارة القرآن إلى موعد الساعة، القرآن لم يذكر ذكر صريح موعد قيام الساعة بالضبط، لأنه قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. لكنه حسب رؤية الدكتور محمد شحرور رحمه الله والدكتور مصطفى محمود رحمه الله، قال الله سبحانه وتعالى أعطى إشارة موجودة في قوله تعالى إلى وقت هلاك الكون وقيام الساعة، موجودة في قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. يعني أن الكون الذي سيتعرض للفناء هو الكون الذي وصل به الإنسان إلى أعلى مراحل التطور العلمي والتقدم المادي، حتى ظن أنه أصبح ربا متصرفا في ظواهر الوجود. يعني أنه سيأتي زمان يكون فيه تطور العلم للإنسان عالي جدا، لدرجة أنه خلاص يعني قدر على الأرض ويظن أنه يتحكم في قوانين الوجود. يعني مثلا سيمكنه أن يتحكم في حرارة المناخ وبرودته، يتحكم في المطر، ينقل الجبال، يزرع الأجنة في قوارير، وينقل قلب ميت لقلب حي، وهكذا. فهنا يأتي أمر الله ويعلن قدرته الإلهية على كل شيء، لقوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.